مع تطورات الحرب الأوكرانية، يجد الرئيس الفرنسي الجديد نفسه وسط تحديات استراتيجية وسياسية كبيرة تفرض عليه رسم خط سياسي واضح بدءاً من البناء الأوروبي المتكامل في ظل التصعيد بين روسيا والغرب وتدهور العلاقات بين واشنطن وموسكو تزامناً مع التصعيد الأمريكي الصيني والحديث عن نظام دولي جديد وانعكاسات ذلك كله على أمن أوروبا ومصالح الاتحاد الأوروبي الذي ترأسه فرنسا إلى جانب تداعيات بريكزيت. وتعيش باريس تخبطاً خارجياً كبيراً في التعامل مع ملفات ساخنة تخص المشرق العربي لا سيما لبنان واليمن، فيما تشهد العلاقات الفرنسية الإفريقية توترات تهدد وجودها لا سيما في مالي وغرب القارة حيث لم تعد باريس محل ترحيب. وتتأزم هذه القضايا أكثر مع تدهور العلاقات الفرنسية مع دول المغرب العربي وتحديداً الجزائر. ولكن الملف الأكثر تعقيداً الذي سيكون على طاولة الرئيس الفرنسي المقبل سواء من اليسار أو اليمين بشقيه هو ضبط الحدود أمام الهجرات السرية المتدفقة، حيث لم يعد الأمر يقتصر على المهاجرين الأفارقة بل امتد إلى وجود مهاجرين من أوكرانيا وآسيا أيضاً. وسيتعين على الرئيس وضع مقاربة فرنسية لحل الأزمة لا سيما من خلال تجديد نظام شنغن وتحسين التعاون مع بلدانهم الأصلية لتسهيل عودتهم وتغيير قانون الهجرة خصوصا فيما يتعلق بتحديد عدد المهاجرين الجدد المسموح باستقبالهم سنويا إلى جانب قانون الإقامة ومنح الجنسية. أما فيما يتعلق بطلبات اللجوء فسيختبر الرئيس الفرنسي المقبل سياسة جديدة ترغم كل شخص يريد اللجوء السياسي على أن يقدم طلبه في السفارة الفرنسية الموجودة في بلده الأصلي.